وضع غير مسبوق يعيشه الشعب اليمني في ظل الانقلاب والحرب وتداعياتهما. تحول معها اليمن إلى ما يشبه السجن الكبير. أزمات سياسية وحروب طاحنة ينتج عنها بالضرورة مشاكل اقتصادية تؤثر مباشرة في حياة المواطن البسيط. السفر ورحلات التنقل بين المحافظات باتت واحدة من جوانب المعاناة وأحد أبرز عناوين التغريبة اليمنية. الطريق التي كانت تستغرق 3 ساعات أصبحت تأخذ أضعافها، وصار قرار السفر من محافظة لأخرى بل من منطقة لأخرى يستدعي التفكير والتخطيط لتخفيف كلفة المعاناة وساعاتها. عشرات من نقاط التفتيش تستوقف المسافرين شرقا أو شمالا وجنوبا بشكل قصري لأسباب متعددة ومتناقضة أحيانا. يشعر معها المواطن وكأن رحلته دولية وليست محلية وفي إطار الوطن. أما فكرة السفر إلى الخارج لأي غرض فإنها أصبحت تعني الولوج إلى مرحلة مضاعفة المعاناة، وتعني التهيؤ لخوض سلسلة من التحديات التي قد تصل في بعضها إلى حد المغامرة، خصوصا لمن تستدعي حالاتهم المرضية السفر العاجل. الأمر الذي تتلاشى معه لفظة عاجل، ويصبح الأمل مختصرا في طلب السلامة للمريض المسافر.